السلام عليكم. الفلاحة أهلا بكم كابيتال دي بومي، أحييكم من مدينة أزرو. معكم عرب واحد كنزيل مصنع كيمياء نباتات من صاد أزرو. يوم الأحد 14 مارس 2021، اللي بغيت نشير ليه هو بحال دوك لي زيشونتيون ديال ديك الفاكهة ديال الشدية اللي كان موصى شي واحد معنا في الجروب ديالنا اللي كيطالب ما هو هذا المرض. هذا المرض اخويا كيجيك من الناحيه ديال التريبس، واحد الحشره ديال التريبس اللي هي واحد الحشره خطيره جدا، الا ما حدتيهاش وما حركتهاش في البدايه ديال الازهار الى اخر الازهار الى اخر الازهار ملي كتعقد التمار هنا كتزيد واحد لاتيرفوسي اخرى، وحده في لا فلوريزو وحده في لاربيزو. ابري كدير دي تريتمون بلي زاسيكسيد اللي عندهم واحد لاكسيون سكوندير سيو التريبس. هذه هي التريبس الا ما حديتهاش اللي كضرب الشهيه وكضرب الفوق الليس، الحاجه اللي هي الليس كتقيسها. هذه عندها واحد البرودوي ديالها اللي كيقضي عليها اللي هو كيما عشر لي سي استاذ رشيد بريك، اللي هو اوريتيس اكرينترين لا ماتيغ اكتيف، اللي هي افيكاس وخاصه بهاد الحشره هادي، واخا استعملتيها في الوربه ما عندهاش لي في على النحل ولا على الحشرات النافعه. هذا هو اللي خص الواحد يحضيها ويدير التدخله ديالو مبكره. لذا راه كاين واحد العمليه بطرق باش كتكتشفها، الا ما عرفتوهاش راه كاين دي ميثود باش يمكنك ديرهم دي فراباج حتى كيمكن لك تطيح عليها. ايوا كنحييكم من دار حميد انا ازرو، معكم عرفنا حتى السابق صناعه كميات النباتات من صدى ازرو. السلام عليكم ورحمه الله.